لكن ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ من شاربه حتى يرى بياض الجلد. وهو راوي حديث عفو الشاربة. والقاعدة التي تأخذنا بها في مثل هذه الحالة أن الراوي هو أعلم بما يرويها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل هذا إلا لأنه رأى النبي قد أخذ من شاربه حتى. هذا كلام صحيح ماشي مع القاعدة، لكن هنا لا تنفر القاعدة لأنه عندنا فعل نبوي. نحن لو عندنا حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته ما نأخذ مثال ابن عمر حين الآخر، لكن لما فقدنا مثل ذاك النص قلنا أن الذي روى الحديث وفعل فعلا أو أدرى بمرويه فكذبنا بفعله، بخلاف ما هنا، لأنه هنا فعل الرسول عليه السلام دلنا على ذاك الجمع. ثم شيء آخر وفارق آخر كبير أن ابن عمر هناك لا نجد من يخالفه بل نجد من يوافقه، أما هناك وجدنا كثيرا ممن خالفه، فاختلفت الصورتان أو المسألتان وتخلفت القاعدة تطبيقا هنا خلافنا.